نقرأه من الهيئات. الدكتور مثنى الضاري والوفد المرافق له يلتقون في كوالالمبور مفتي المقاطعة الاتحادية الماليزية. في المدى جرح المعارك يقولون رواتبنا التقاعدية لا تغطي حتى مصاريف العلاج. في موقع كتابات الفساد في العراق يقلق الدول المانحة ويعطل الإعمار. في الجزيرة نت مقاتلات الاحتلال تقصف موقعا للقسام بغزة. في العربي الجديد سياسة الأرض المحروقة تقرب النظام السوري من سراقب. في القدس العربي الحكم على مستشار سابق لبعثة إيران في الأمم المتحدة بالسجن لثلاثة أشهر. وأخيرا وليس آخرا في الحياة مقتل 7 مدنيين في غارات لطيران النظام السوري على الغوطة الشرقية.